إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحلو الحياة من رمى منهم همة فلسوف يلقى المعجزات بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثبات فسل العلا عن خالد سيف الإله على الطغاة وسل الندى عن طلحة ذي همة في المكرمات إيمانهم في صدقهم إخلاصهم حبل النجاة هجروا الملاهي والخنا وتسابقوا في التضحية إن الشباب هم الهبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا الرمضاني والذي عنونا له في العام الماضي سواعد الشباب. سواعد الشباب نركز فيه على قضايا الشباب ونستهدف حياة الشباب وقضاياهم التي تهم الأمة. إن لكل مجتمع شباب، وبمقدار ما يقدم لهؤلاء الشباب بمقدار ما يكون هناك نهضة لأي بلد أو لأي أمة. وقضايا الشباب كثيرة. نحن الآن أمام قضايا مجتمعية يعيشها شبابنا، كيف نستطيع أن نوجه شبابنا باتجاه الهدف الصحيح للنهوض بأمتنا؟ سنقف الآن مع إخوة دكاترة علماء أفاضل مفكرين ليقدموا لنا عصارة تفكيرهم وما يقدمونه من نصائح لشبابنا ولشباب أمتنا. خير ما نبدأ به جلستنا هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تعالوا بنا بعد فتح الطائف وبعد إسلام الطائف، ترى لما جاء وفد الطائف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كبراء وفيهم رجال وفيهم شخصيات، ترى من اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأمارة الطائف؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص الثقفي. هذا الرجل جاء مع الوفد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الوفد وفد الثقيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا كان فطينا ذكيا لم يضيع وقته، فكان يأتي من هذا الوفد ويسمع القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى أبي بن كعب ويستفيد منه القرآن حتى حصل القرآن أكثر من الوفد كله. فأرادوا أن يولي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أولي عليكم هذا أكثركم أخذا للقرآن، وعمره 27 سنة وفي كبار، فكان أميرا وأن أمير كفاءة في الأمارة، كفاءة في الأمارة وبقي أميرا. نعم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وبقي في زمان أبو بكر الصديق وفي خلافة عمر حتى انتدبه عمر، قالوا يعني من يمصر المصرة البصرة ويذهب إلى هناك ويعطي؟ قالوا ما لك غير هذا الرجل الثق الأمين العاقل الحصيف، هيك وصفوه عليك عثمان بن العاص. قالوا له، قال لا يا أخي أنا هذا واحد ولا النبي عليه الصلاة والسلام لا أعزله. قالوا فليوكل، يوكل في الأمارة ويذهب. سبحان الله، فوكل أخاه في الأمارة وانطلق إلى البصرة، وهناك فتح الفتوح، وهناك أجرى الأنهار، هناك نهر أجرى في البصرة. إذا انظر إلى هذا الشاب، هذا الـ كان أميرا ناجحا أحسن نجاح
على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، على زمن أبو بكر، على زمن عمر، نعم، حتى زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الكفاءة أعطتك هذه المدة، ثم ولي ولاية أخرى، ثم فتح فتوحا أخرى، ثم لما ذهب إلى البصرة أجرى نهرا. إذن هذا الرجل في كفاءة، في كفاءة اجتماعية، في كفاءة زراعية، في خير، في خير، في خير عظيم، في خير عظيم. إذن هذا الإنسان، نعم، وبقي طيلة حياته سكن في البصرة وله أولاد وشرفوا بها. إذن يعني نأخذ عبرة من ذلك، أن يعني هؤلاء الشباب في كفاءتهم أثبتوا جدارة في تولي الأمور بما أولاهم الله سبحانه وتعالى من مضاء الشباب وقوة الشباب وعنفوان الشباب، لكنه استعمل هذا الشباب في مراد الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله وفي إعلاء شأن الأمة. فنحن نطلب من شبابنا الآن أن يكون لهم قدوات هؤلاء، لأن داخل كل رجل رجل. فانظر يا أخي إلى صلة الصحابة، الشباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نتكلم عن شباب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم أمة. لو ذكرنا وأحدهم في الجهاد وأحدهم في الأمارة وأحدهم في القيادة العسكرية، عندنا نماذج كثيرة جدا جدا من هؤلاء الشباب. وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا؟ اللهم يا رب هيئ لشباب المسلمين الوعي الكامل والحب الصادق لسيدنا رسول الله ولله تبارك وتعالى ولهذا الدين، واحفظهم من شر الأشرار يا أكرم الأكرمين. وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحياتي للشباب من مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعتمد على الشباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستاذ عبد الكريم، ونحن نناقش قضايا الشباب، من هم فئة الشباب وكيف كرم الله سبحانه وتعالى هذه الفئة حتى يكون هذا الشاب مكرم عند ربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الشباب، وما أدراك ما الشباب؟ حتى يكون الإنسان شابا ومعطاء يجب أن يتصف بصفات، وتكريم الله تبارك وتعالى له لم يكن عن عبث. فالشباب هم أصحاب القوة، أصحاب العطاء، أصحاب الإنجازات، ولا توجد أمة من الأمم إلا وكان سبب نهضتها الشباب. فالشباب هم الثروة الحقيقية لكل أمة، وعلى رأسهم الأمة الإسلامية. لذلك نرى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أثنى على الشباب، فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولعظم هذه المرحلة بين هم في مرحلة الشباب طبعا، نعم، ولعظم هذه المرحلة الله تبارك وتعالى بين أن مرحلة القوة للإنسان تكون في مرحلة الشباب. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مرحلة الشيخوخة. ولعظم الشباب الله تبارك وتعالى كرمهم يوم القيامة في يوم الحساب العظيم، يوم الشدة. الله تبارك وتعالى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. ها هم الشباب المكرمون، وهكذا يجب أن يكون شبابنا اليوم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم،
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها جاءت حيوية بدمائهم لا يركنون إلى سبات فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة.